قلت لك أنا شلون وصلت وشلون أنجزت وشلون وصلت صدارات عالمية وشلون أخذت شهادات كبيرة وشلون أخذت هذيك الألقاب كلها؟ لأني أنا راضيت نفسي من داخل أني أنا أقدر. حاربت وايد أمور، يعني المرض كان أقل شيء. حاربت الوحدة، حاربت الغربة، ترى الغربة أصعب من المرض وأصعب من العلاجات كلها، أصعب من العمليات. حاربت الكرسي المتحرك، مو لأن الأشخاص اللي ما يقدرون يتحركون ما عندهم ذيك القدرة، لا، أنا اكتشفت أن الإنسان اللي يفقد الحركة أو يفقد واحدة من الحواس هو عنده قدرة أكبر من الشخص الصاحي. لأن إحنا لما نفقد شيء نعطيه، أو في ناس تقول دائما فاقد الشيء لا يعطي، لا، فاقد الشيء يعطيه وبقوة.